على الرغم ممن طوت عليه ثورة الاتصالات الحديثة من تقريب للمسافات بين البشر وتسهيل تواصلهم مع بعضهم البعض، إلا أن ذلك أظهر أنماطاً جديدة من الجرائم تحت مسمى الجرائم الإلكترونية، وتعرف بأنها أي فعل جرمته القوانين يرتكب ضد أفراد أو جماعات يعتدون على الأحوال المادية أو والمعنوية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة جراء تدخل تقنية المعلومات. ومن باب حماية المواطن ومواكبة التطور الأمني، أنشأت مديرية الأمن العام في إدارة البحث الجنائي عام 2008 قسم الجرائم الإلكترونية، وطورته عام 2015 ليحمل اسم وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية. وفي العام نفسه صدر قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لعام 2015 لمعالجة القضايا الإلكترونية ضمن مواده التي تبين الجرم وعقوبته، وسعياً منها لتحقيق أهدافها في مكافحة الجريمة الإلكترونية وتوعية المجتمع ضد مخاطرها، تعمل الوحدة وفق نهج تشاركي مع المؤسسات الدولية وفي مقدمتها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، إذ حققت هذه الشراكة مجموعة أهداف عبر توفير الدعم التقني في مجال تحليل المعلومات الجنائية وتتبع المجرمين وإعداد مرجع تدريبي مختص بمكافحة الجريمة الإلكترونية وعقد الدورات التدريبية يعزز الالتزام بالقيم والمبادئ والأخلاق، الأمانة الشخصية لمستخدمي تكنولوجيا الاتصال، ويجعلهم يتعاملون معها كفعل واقعي وليس افتراضياً، كما يجعلهم يشعرون بالمسؤولية عن أي فعل يقومون به. لذا يتطلب ذلك زيادة وعي الأفراد والمؤسسات والقيام بالمراقبة الإيجابية من الأهل للمواقع التي يستخدمها أبناؤهم. يتطلب العمل مع التكنولوجيا الحذر والانتباه وعدم الوثوق بأي تواصل إلكتروني دون التأكد من الطرف الآخر، بالإضافة إلى عدم استخدام أي وسيلة تكنولوجية قبل التأكد من إعداداتها الخصوصية والامتناع عن نشر المعلومات الشخصية حفاظاً على خصوصيتك على مواقع صفحات التواصل كافة، واستخدام كلمات مرور معقدة وتغييرها بشكل دوري للحسابات المستعملة. إلى جانب ما تتحمله الأجهزة الأمنية لحماية المجتمع، فإن من واجبنا أن نتعاون معها بالتبليغ عن أي موقع أو رابط مشبوه بهدف التحري عنه وعن خطورته. لذا تسعى الوحدة إلى خلق فضاء إلكتروني آمن يتيح لمستخدمي التكنولوجيا والإنترنت الشعور بالأمان والراحة ونشر الوعي والثقافة الإلكترونية الأمنية وملاحقة مرتكبي جرائم التكنولوجيا. تتلقى الوحدة الشكاوى من الجهات القضائية المجنية عليهم، هيئات محلية ودولية، ويجري التحقيق فيها بسرية تامة ووفق دلائل فنية رقمية دقيقة تعتبر دليلاً جرمياً يوصل للجاني. أنواع الجرائم الإلكترونية: اختراق المواقع والإيميلات وانتهاك سريتها وخصوصية أصحابها وتخريب بياناتهم، التهديد والشتم والتشهير والابتزاز، الاحتيال، انتحال الشخصية، تحويل الأرصدة البنكية، سرقة معلومات البطاقات الائتمانية من خلال المواقع الإلكترونية، عقد صفقات تجارية وهمية، الوعود بالزواج من خلال مواقع الزواج، التسول، الإيهام بربح جائزة، التنمر الإلكتروني، الإيهام بالتعامل مع فتاة، الاستغلال الجنسي بكافة أشكاله، نشر أفكار ومبادئ جماعات إرهابية وتجنيد أفراد في صفوفها، نشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف.